عم بيقول انه حضرتك هددت بتهديد الحزب حزب الله بالطلاق، وقلت انه البلد ذاهب الى التقسيم، في مؤشرات عندك تدل انه البلد ذاهب الى التقسيم، وانه نحن لا نستطيع ان نعيش بطريقة حياتهم. شو قصة الطلاق مع الحزب والتقسيم؟ انت في عندك معلومات انه البلد بده يتقسم؟ انا خايف انه يوصلوا البلد للتقسيم، لانه اذا بدهم يكفوا بفكرة ولاية الفقيه، عندك اكثر من ثلاث ارباع العالم بهالبلد ضد هالمشروع. ثلاث ارباعه؟ اكثر من ثلاث ارباعه. كيف عرفت؟ لانه بعرف. في احصاء؟ في، ما حدا بده اياها، حتى داخل الطائفة الشيعية الكريمة ما حدا بده اياها. بعدين هيدا المشروع هو اللي خرب كل البلدان، كل البلدان اللي دخلت عليها ايران خربت. من ايران هي ذاتها من بعد الشاه صارت بلد رجعية، وصولا للعراق، وصولا طبعا لليمن، وصولا لسوريا، وصولا للبنان. ما في مطرح وصلوا ليه الا مثل الجراد خربوا الدنيا. بقى اليوم نحن مش مستعدين نكفي هيك، عم بحكيك نحن، مش انا كاحرار او انا كموارنه او كفئه، نحن كلبنانيه بنحب لبنان، بنحب الحريه، بنحب الديمقراطيه. نحن ما فينا نعيش مع جماعه قمعيين بهالشكل. اذا بيحبوا يغيروا نحن بنزقف لهم، وما بدنا شيء منهم ولا بدنا نحارب حدا منهم، بس انه نكفي بمنطق الحرب ومنطق الموت ومنطق الدمار. وطبعا يعني هيدا اللي خليك تقول انه ممكن البلد يروح للتقسيم؟ ايه بتروح للتقسيم بالاخر، ما بقى فينا نكفي هيك. عد شو في من شبابنا، عد شو في طاقات من لبنان يعني عم بتهاجر. استاذ كميل، اذا بكفي الوضع هيك رايح البلد للتقسيم برايك حتما؟ ايه في خطر كبير، انه يعني عم بيجرونا ليلى الشغله. يعني مش عم بيتراجعوا من اخطائهم، مش عم بيقولوا انه اخطانا بمطرح ما وبدنا نرجع نستعيد الثقه من الشعب ونرجع نعمل لبنان جديد يضلهم ابنائه متمسكين فيه. بالعكس، عم بيدفعوك للهجره، عم بيدفعوا الناس ليعملوا تهريب، عم بيدفعوا الناس ليبيعوا مخدرات. يعني عم نحكي كل شيء عكس ما نحن بنتمنى. طيب بالاخر وين رح نوصل؟ اوكي، بتقول ايران وين ما فاتت خربت مثل الجراد. بتقول نفس الشيء عن امريكا، حرب العراق، افغانستان، فيتنام. الامريكان منه محور الحديث. الامريكان مش هن اللي عم بيديروا. قتلوا 1.5 مليون بالعراق، هي قتلوا بفيتنام اكثر، قتلوا بفيتنام اكثر، وبذات الوقت حرروا اوروبا من هتلر. بقى ما فينا نحسب كل الامور ذات الشيء. امريكا قوه عظمى، وما بعتقد الشعب الامريكاني هو بالداخل حالته تعيسه وتعبان مثل الشعب الايراني اليوم. طيب استاذ يوسف، شو كنت بدك تعلق؟ لا، بدي اعلق على استاذ كميل، لانه كمان يكرر شغلي قالها كمان صديقي العزيز سامي جميل، انه اذا ما بيمشوا منطلق. هاي كلمة الطلاق هيدي بتضمر فكرة مش منيحة عن البلد، تضمر فكرة ترجعنا للسبعينات، لقبل السبعينات، تضمر فكرة للأسف يعني موجودة بعدها بذهن البعض، انه هذا لبنان دولة له خصوصيته، مش دولة خلص انبنت وكيف لازم نتفق مع بعض لحتى نعمل التعايش على اساس المواطنة. وهون انا بدي ارجع لك لحديث كتير واضح وصريح سنت الرئيس كميل شمعون، هلا حنحكي عنه مثل ما تفضلت. نعم. عنده كتير ايجابيات، عمل بمرحل مراحل كان عهد البحبوحه بلبنان، كان عهد ولكن بالمقابل عمل شيء كتير سلبي كمان. منا هو هيدي الفكره، هي العقليه. كان انا خبرني الوزير دلول انه هلا حنجي على الموضوع التاسيس، سنه 58 وقت قبل ما ينتخب الرئيس شمعون، بال 51 تشكلت الجبهة الوطنية الاشتراكية. صحيح. تشكلت من حزب الاشتراكي، من حزب الكتلة الوطنية، من رئيس شمعون، من مستقلين كمال جملات، وكمال جملات وغسان تويني. ايه. كمال جملات بخبره لغسان تويني بهذاك الوقت، بيقول له انه صار في اتفاق اولا على توقيع وثيقة وقعها رئيس شمعون انه هو بيكون اخر رئيس ماروني بلبنان.
وهي الوثيقة موجودة عند غسان تويني بأرشيفه. أوكي. بيروح لحتى يجيبها محسن دلول، كان وعده غسان تويني تعال بعطيك نسخة عنها فرجع لها أول مرة، وعده ليروح يجيبها. بيروح بيلاقي ميشيل أبو جودي، بقول له شو جاي تعمل؟ قال له بدي أخذ الوثيقة كذا كذا من غسان، أنا ما حيعطيك إياها، على كل حال روح أنا بعمل لك واسطة. ماشيين بيلاقوا ضجة بالغرفة بمكتب غسان، ضجة نقاش حامي ماشي، رئيس شمعون، بيير إدي، تأييد دين الصلح، وغسان تويني. وإذ بتأييد دين الصلح واقف وبده يمشي، كان عمل مداخلة وبقول إذا هذا البلد لألكم نحن فلين. شو صار الحديث؟ كان حديث رئيس شمعون بيقول هذا لبنان دولة عملت للمسيحية، هيك بحرف الواحد. برد عليه تأييد دين الصلح، إذا عملت للمسيحية لأنفل شو نعمل من هون؟ بيرجع ريمون إدي بيقول له تقعد اقعد روقهم، قدامهم الحديث. هذا كله حسب مين؟ لحظة هلا يعني قعدهم بالاجتماع بس لكفي بس لكفي بس لكفي، شو معناتها الذهنية؟ هذا حسب دلول يعني لو سمحت ما تنطش طيب ما تشوش على فكرتي. تفضل. كفى ريمون إدي قال له اسمحوا لنا رؤيا تأييد بيك، قعدوا بيقول له بالحرف الواحد انه لبنان ما وجد للمسيحيه، انما اسس بسببهم، انما اسس بسببهم وليس لهم. وبالتالي لبنان اذا دوله مسيحيه بصير مثل اسرائيل واخطر من اسرائيل، ولبنان دوله للمسلمين ما لها طعم. صح. طيب وهذا الموضوع أوكي. انا اخشى انه يكون بعده بذهن البعض طالما عم تحكوا هلا طالما استاذ خليل فكره الطلاق رجعتني لهيدي العقليه. خلينا